الولد هذا اللي اسمه الهاشمي صادره منه مشاكل ومضايقات، هو وصاحبه اللي مداير العرس وتابت عليهم، تابت عليهم في الملف، لكن على خاطرك انت انا مستعد نمزق الملف ونخليه يروح، بس بشرط. شنو هو شرطك يا فندي؟ هو شرط صغير وسر بيني وبينك، اللي بياخد البنت حياتها مرهونة في ابتعاده على الشارع، يبتعد عن الشارع ويسيب البنت. أنا مستعد نعطي أمر معادش يدوره ولا واحد، لا هو ولا صاحب الهاشمي ولا أي واحد من جماعته. لكن كيف يا فندي؟ هذا الوليد عرس بادي، وليد يتيم ما عنده حد إلا أمه، وأمه ما عندها لوالي لتالي، تبي تفرح بيه، تبيه عمر لها الحوش. المعلومات عندي عليهم وافية، وبيني وبينك بإمكانكم أنتم تنجوه من الموت. كيف لا سمح الله يا فندي؟ إحنا عندنا أمر من مدير الإدارة بالقبض على مجموعة كبيرة تضايق في الأجانب، هو واحد منهم. أسمع، ومن بينهم والته في العرس والهاشمي. أيوه، حتى الهاشمي موجودة في المحضر. زي ما قلت لك أنا نخليه يروح، لكن على شرط يوقف العرس والعريس يمشي في حاله. لو كان ما تكلمناش وما طالبناش بحقنا ما هناش شكون يوقف معانا. أنا كنت غلط، كنت خايف، ظنيت الناس كانت خير، لكن هادو ناس يبوا شكون يوقف لهم ويوقفهم عند حدهم. معليش يا إبراهيم، الطمع يفسد الطبع. باهي اللي عرفت نفسك وعرفت إنك غلط وحطيت إيدك في دينا. عمي مسعود عنده الحق، حش اللي قناها في الكشر، أعرفنا منها من هالأرض أقصبها البي منها، ومن يومها صاع خداع وكذاب، لكن الحمد لله طلع مش منا، مش من أصلنا، غريب علينا، شفينا الإنجليز اللي لازم يجيهم يوم، لازم ويطلعوا من أرضنا. يا ولدي يا إبراهيم، يبوا يوم أمتى؟ أمتى يجيهم يا رب ويجوا على ترابنا هالكفار؟ كم البي قعمز على الكرسي والفلوس تجيه لعنده؟ تعال يا ولدي، تعال تعال يا ولدي. إيه، قولوا فيها احنا اللي نشقو واحنا اللي نتعبو واحنا اللي نعصرو واحنا اللي نصفو واحنا واحنا. معلش يا ولد، تصوروا يا جماعة حتى عرس الوليد صبري هو اللي وقفه وهو اللي عفز فيه. يا جماعة لازم نرتكبوا، لازم نرتكبوا، فهمت؟ ونقفوا لما خافوش منا. مزبوط كلام عم سعيد، مزبوط. احنا لازم نكونوا مترابطين، نعم، وما نخافوش منا. نعم، ونقفوا نعم.
الحمد لله على سلامتك يا أخي. الله يسلمك يا أخويتي. غشين دلت يا هاشم. الله غالب، ما تسبلين علينا، يدوروا كيف يوقفوا العرس. كل من البي، كل منا. نسمع الطرد خاتي خيرية بالشرط اللي قال لكم عليه رئيس المركز. هو عمي اطرح الكلام على عمي جميل وبيكلموها يكلموها نهدى شوية هاليام، وكان قالت لا العرس يكمل بالسكتة فرنسا. هي ودي ما ظنيتش طرد خالتي خيرية، وبعدين شو ندري لهم صبر. هذا اللي صار. خلي نمشي هنا نشوف شو صاير. انت سخني شوية مية وملح لأخوك، خلي يكمل الضربات اللي في رجليك. ضرب الله تضربتني ان شاء الله وتعني عين. ترى تعالى يا عليوة عبي القردم، خلي سخن المية لخالد. كامل كامل بي يا صبرية. كامل خيرة كامل. نرضوا عليه يرضى علينا ويوقف معانا. هاش سلام الهاشمي وصبري. كامل يبيني نرضى بيه، يبيني نقبله يتزوجني، وحتى احنا نبو سلامة الهاشمي وصبري. كيف يصير هذا يا نجمي؟ شنو جاك انت؟ اقبليه وبعدين سهل. نقبله كيف؟ نقبله وبعدين سهل؟ شنو يقول علي الناس يا نجمية؟ انت شنو جاك؟ انت شنو جاك يا بنت؟ على خاطر سلامة الهاشمي وصبري دير روحك قبليه، راهو عنده واسطة كبيرة. غير فهميني يا صبرية. ما فهمتكش وما نبيش نفهمك. نحي هالتفكير هذا من دماغك يا نجمي، نحي وما عادش تفكري فيه. مش قلت لك واحدة واحدة يا بي، هذا العرس وقفناه. هو صحيح كويس، إنما العمال تانيين، يعني الخدامة. انت مش نزلت لي على المعصرة؟ هو صحيح أنا فعلا نزلت لك على المعصرة، لكن شنو يا بي؟ ما دامك نزلت لي عليها ما تخافش. ايوه ما تخافش يا كامل بي. غير هنايا فيه حواجه صغيره. هنا من تحت. شو فيه يا باشت؟ قلت لك عاد العرس وقفناه وصبريه كل هيام ونعطوها لك. ايوه ما زالت يا بي الخمشه. ما هو خمشتها لك؟ غير زيد يا بي، زيد فرم لي هنايا. ما هو كل شيء يبي ضمان يا بي، على خاطر هادو الشياطين وما يهبوا شيء، ومخاف هنايا تصير لي حاجه نلقوا حاجه ونسروا بها حالنا. فرم لي هنايا، فرم لي هنايا كامل بي. العرس وقفناه وخدامة المعصرة كون متهني عليهم. أيوة كون متهني عليهم يا كامل بي. والعروس عاد جياتك في الطريق. والله جياتك. هيا هيا فرم لي هنا، فرم لي هنا يا كامل بي.
كل من كان راس السو، كل منا هالشيطان هذا مش قادر الا على الولايه، لكن يجي يوم، يجي يوم هو واللي زيه. ما والحل، والحل يا اخي شنو هو الحل؟ المهم تكوني راضيه واللي تبيعنا فيه. مظبوط، هو ما فيش غير حل واحد يا جميل، اللي هو ما دام اطلع الهاشمي من الحبس ما عليا الا ان يتم فرح ولدي، وعرس ولدي لازم ما يتم. خلاص ماشي، لكن يا خليلي علاش ما نزيدوش نصبروا شويه؟ الدخله غدوه، اللي بيجي مرحبتين بيه، واللي بيغيب بسلامته. زغرتوا يا ملاويه. المهم يا جماعه، انا هذا باش طبحت عليكم ان شاء الله خير. زي ما قالت خالتي خيريه، اللي بيوقف معانا مرحبتين بيه، واللي ما يبيش سلامته، لكن العرس لابد ما يكمل ولازم ما يكمل. وانا واحد من الناس مستعد على خاطر خالتي خيريه واخوي صبري انكسر دراعي. ويا جماعه العرس لازم ما يكمل، واحنا خوت، وبعدين هذا العرس عرسنا كلنا، هذا عرس المنطقه كلنا، وهذا في وجوهنا كلنا يا جماعه، لازم نوقف وقفه رجل واحد. متهني متهني يا مرمي لحظه، أيه؟ الكلام اللي تقول فيه هذا يا معلش في اي مكان. الله يبارك، هذا كلام مضبوط يا سلام، هذا كلام مضبوط. العرس بديناه لازم يتم. ايوه، واللي راح ما هوش خساره، خليه يمشي. لازم يتم، انما عرسنا احنا اللي بدينا فيه لابد. الله يبارك فيك، هو هذا صح يا جماعه. بما ان احنا اهل منطقه واحده، هي كان من الفلوس دي بعضنا، ايش كنت دارت عندنا؟ خذ ورقة الله يبارك فيك. باه هاي يا مرغني، هاي يقول اكتب عندك شنو يقول؟ مني لا مرت طعام يا ودي، ربي يحفظك ربي يحفظك. مرت طعام، باه يا مرغني، هاي يقول اكتب عندك مني لا 5 رجل. يا عيني عليك، ايش الخبزه؟ باي زيت، الله يبارك فيك. ايه باه ايه اكتب عندك يا مرغني، مني 50 فرنك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. باهي يا سلام، باهي يا جماعه صلوا على النبي، اللهم صل على النبي. تعرفوا اخيكم كيف مشى الحال؟ الله يبارك فيك، مني 5 فرنك يا ودي. الله يبارك فيك، هذو 500 درهم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، 500 صحيح يا عمي، صحيح يا عمي، صحيح يا عمي. ما نبوش نتخذوا ضدهم أي شيء، بالعكس لازم نعرفوا مشاكلهم ونعطوهم اللي يبوا. تقصد ملكيتك للمعصرة مش هكي؟ يعني نخلوهم يفهموا اللي المعصرة ولت ملكك؟ لا ما نبوهمش يفهموا هذا. المعصرة طبعا في يد كامل بي، قاعدة في يد كامل بي، ولازم يفهموا كل شيء قاعد يتحكم فيه كامل بي. وما جيت أنا وحسيت باللي عانوا فيه، وحسيت أن من واجبنا ناخدوا لهم حقهم من مصيبة قاعدة تمص في دمهم اللي هي كامل بي. وعلاش يا بهجة بي؟ وليت لك مصيبة؟ كامل بي؟ كامل بي، والله إلا كامل بي. كيف جيت؟ كيف جيت يا كامل بي؟ خلافه يا باشا، خلافه. وزي ما يقولوا كلمة السو تطيح في ودن صحر. ما هو يا كامل بي سياسة. ايوه سياسة يا كامل بي، والقصد منها مفهوم طبعا. انت طبعا يا كامل بي
العين وفوق الراس. وليه طبعا لما انخط تخطيطي غريب شوية، لكن فيه نتيجة. صحتك يا كامل بي. يا بهجت، اللي بيلعب بكامل بي مازال ما جبتش أمه. انت صاحب اللعبة يا كامل بي، وانت المحرك لينا. ايوه، انت الراعي والدبارة يا كامل بي. زي ما طفيت النار اللي في قلوب العمال
وخليتهم يخدموا. أرجوك يا باز أرجوك اطفي النار اللي في قلبي، لكن تشعلها في قلوب اللي قاعدين واقفين في عزة. واقفين في عزة هم واقفين في عزة. لكن يا كامل بي أعطي أعطي للبرمة تعطي. أنا وخميس وحتى اليهودي خلاف ربي نتحزموا لك. نتحزموا لك لا نحن والله نتحزموا لك. خميس ايوه عارف انت توا تقدر تروح فهمت، وما تنساش اللي قلت لك عليه النوم هذا ما فيش، وحتى في النهار ما فيش راحه بكل لين باج بي دخلوه عايز كامل بي كامل بي دخلوه عايز. عندي يا فندي عندي كامل بي دخلوه عايز. دخلوه عايز فيكم فيكم بارك الله فيكم، ما فيش ولا واحد قصر كلكم والله. يا هذا كيف عاد شنو هذا فرح كبير وعاد كل الناس وعبيس عاد وثيتوا انتم جميعا الحمد لله كل شيء كل شيء مر لي حضرنا العبور والوزاطة هذه حاجات وعبيس انت عم تقول بارك الله فيك ان شاء الله فرح الاولاد وبيس الليل وانا بنروح وقت عليا شمعه تدري شويه لا تصبح على خير عاد وين مبكر انا هدر زين العشيه وكل لكن ما تنساش غدوه الصبح سلام مش دبا الدبا سلام هذا الناس مبكر بيجي بالدعوه ونجي والله عبي عليك انا عبد على خير بارك الله فيك بارك الله فيك ان شاء الله في حجه يا علوه علوه تعال امشي وشوش لي امك قولها يبيك عمي قولها يبيك عمي قولها يبيك عمي امشي خير خلافو بنا سير عليك بنا سير عليك مبروك مبروك عليكم الأقوى ليك الأقوى عندك أنت تعرس حتى أنت أبويا وش اللي مصالك أنت أبويا ها خيرك ما رقدتش غبار مشوم عليا نقول الكل فرحان حتى اللي حجر ولا حيط فرحان في عرسك يا أبويا أنا فرحان كيف تحبني نقول إوا صراحة أنت فرحان يا يهودي والحياة ضناي والعشر كلمات والنخلات مغونات ما تغشش أكثر مني فرحان تغشش؟ وعلاش متغشش؟ أنا واحد منكم وفرحتي بنتي صبري يا سيدي صبري مالي قلبي علاش مش حاسبيني؟ كان ينزم تعزموني في العراس معاكم حب نرقص ونغني يا بويا هذا النهار المبارك هذا النهار المبارك عندك الحق عندك الحق العرس كيف بادي واحسب روحك معزوم باهي أعطيك الصحيحة والعافية انا احس في روحي تعبان شويه نحب نريح عظامي عظامي كلها مدققه تفكرت عندي قضيه عندي دور نحب نقضيها ونجي ربي يهديها خالتي خيريه كان خدت الكلام وهدينا شويه مش احسن ما تخافيش يا صالحه خلي حزمك قوي احنا فازعين لبعضنا وردين بان مازين وبعدين شيني مازال الليلة وغدوة الدخلة ان شاء الله وانت هنا لكن هي مش عارفة كيف خايفة وانا خايفة يا منصور روح البعيدة طويلة قد مش هتهمني حاسة انه هو بيدير حاجة البي كامل بي كل
حبسني ماذا متفكرة نحس بالنار راكبة في طلوعنا كامل بي وسبب العازة اللي عشتها وسبب طيحة أبوي ورميتها وسبب موت أمي وجارتها الله يرحمها شنو يا ليوى؟ بدك صبر صبري وين بعد هنا؟ استنى فوق باهي قول لتو نجيك امشي باهي صح خشي Yeah.
اسمع يا عبدو، غناوة صغارين الليلة ليلة قنديل. زعما زعما عرس شكون الليلة؟ نبي نقولك حاجة من وسط قلبي يا جاري، نبي نوصيك. شنو يا عبدو؟ قول. لو كان مكتب لك بالحي بعدي، نبيك توصي أختك. قولي مرتي وأم صغاري اللي أني نشوف فيها ديما زي القمر. تقولي لها قالك عبدو انتي وردة معطرة في كل وقت، ثريا نايرة تشعلي في كل وقت. تقولها بهلك انتي روحي وحياتي، انتي عمري. لها قالك كنتي وما زلتي نور العين ونبض القلب. وتقول لها قالك أنا ظلمتك، ظلمتك، سامحيني، سامحيني ما قلت لك شال الكلام هذا بروحي. وتزيد تقول لها قالك عبدو، ترد بالها من بوي وولدي، بوي بوي ذاك الراجل الطيب. قالوا لي اللي خشف عقله وطلع. قالك عبدو ردي بالك من روحك، من بوي، من ولدي، بوي بوي بوي. ريح بالك يا عبدو، ريح بالك وما عادش تفكر. بالك نيجو كيف نهربو؟ بالك بالك لكن كلمة بالك هذي قلناها هلبا يا ساسي. حس في روحي بالموت، حب نسمع الأغنية والزغريت، وخصيت تكون على فراش الموت. لكن الفرق كبير، فرق كبير بين الواحد يموت على فراش المرض بالنواح والعياط، ويموت بطل، بطل بالغنية والصغريت. يموت حر، يموت حر. ما نبيش الموت هني، نموت في الميدان، نموت في الميدان بطل دافع على بلادي وناخذ ثاري من الانجليز الكفار. بنموت بطل، بنموت حر، بطل بطل.
زين ولادي حاضر هذا كله ما زين لو حاضر الفرحة معانا زي زين زي زينا لو حاضر الفرحة معانا نقول نقول الطليان وخشوا الإنجليز الكفار عدوان الدين والدار كلهم الإنجليز الكفار عدوان الدين والدار شنو التوقيفه يا خلافه مازال ما رقدتش انا يا بويا كنت شتغف مسوي نتمش مع المغازي قلت نقع ناس عليهم ما تخافش عليهم يا خلافه يغنوا عن النجمه والقنديل بلمه واحده واحنا في اللمه ما نخافوش يا خلافه عندك حق عندك حق يا صبري انا فرحان بأسكم كنت نتمنى عندي سقيم كنت مشيت لغراسة وفرحت معاهم وقصت وغنيت يا بويا تفضل تفضل يا أخي تفضل انت مالكش براني انت جار من الجيران والجيران يعاملوا فيك في معاملة طيبة تفضل الجيران كلهم راهم فرحانين مترابطين ملتمين راهو عرس صبري يا خلاف تبي تتفضل تفضل والله تبي ترتاح تبي ترقد انا سمير منصور كيف تحبني يجيني النوم انا كيف نفرح ما نرقدش ما يجينيش النوم سمير صبري انا فرحان فرحان مع سيدي صبري فرحان والله فرحان فرحان والله فرحان سعيد ما تقول ليش جايين من الصبح تبي شنو تلاوت خلوني نلاوت خلوني نخرف ما يحبونيش نرتاح ما يحبونيش نعيش يا بي مش تعيش تشكر ما جيراني وجيرانك يا بي البارح ما رقدتش للصباح الشرع زي قرية النمل شنو تلاوت شنو تلاوت يا يهودي صبح في قرية النمل شنو ايه يا ابويا النار شعلينها ومعلينها بكبارهم وصغارهم حطشينها لقدامهم يدوروا في الشوارع يدوروا في الشوارع يا كامل بي وجايين بها جيت حياشك ها نار نار شنو اللي جايين بها لجيت حياش اتكلم نار القنديل قنديل نجمة القنديل هذيك قنديل صبغي وصبغية تنقام المعصرة تنقام يعني بنقول جماعة المعصرة وتنقام جماعة العرس اسمع لحد الآن ما فيش واحد قدر يضحك عليها أبدا
اللي بيضحك عليك يا بي؟ معاش مازال ما جابتهاش امها. انت 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 على العين، على العين والحاجب يا كامل بي. ايوه على العين والحاجب يا كامل بي. بهجت قاعد تحت امرك. انت راهو مازال ما فهمتنيش. ايه والله ما فهمتني. صدقني يا كامل بي اللي نقول لك فيه راهو صحيح 100%. انت راهو مازال ما فهمتنيش. وهذا التغشيش بتاعك هذا راهو انا تقديري ومعزتي ليك انا متاكد يغفر كل كلامك واتهاماتك لي. ايه انا راهو يا كامل بي انا اعطيتك كلمه خلاص. ايه خلاص ما بين اليوم وغدوه ها اصفي لك الامور.